السلام عليكم يا شباب، مرحبا بكم الناس الكل. معكم انتجريز في فيديو شرح جديد، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية. فيديو هذا باش نشرحوا فيه الحدث الجديد اللي بدأ يوم 18 يوم امس، ويستمر حتى اليوم 25 من نفس الشهر. فيديو شرح كيفية جمع كعكة الجبن وكيفية جمع كعكة التوت الازرق ومتى تنزل هذه الكعكة وكيفية تحويلهم إلى هدايا، معناها كيفاش نستثمرهم وناخذوا منهم الهدايا. أول حاجة نمشيو للحدث باش نلقاوه لهنا في العيد ميلاد الثاني، باش نلقاوه الإعلان على الحدث وباش نبداو كيفاش كيفاش باش نلمدو كعكة الجبن اللي هي باللون الأصفر موجودة في الشاشة. وهي قالك ابحث في الخريطة شباب، دونك وقت اللي تلعب في كل ماتش باش تلقاها مع اللوت، باش تلقاها مع الأسلحة، باش تلقاها مع الحقائب، باش تلقاها في أي مكان في الخريطة. كل ما تلعب أكثر كل ما تجمع أكثر عدد من التوكن كعكة الجبن. بالنسبة للكعك التوت الأزرق متاحة فقط يوم الذروة وهو يوم 24 أغسطس أو أوت، باش ينزلوها في الخريطة حسب اعتقادي، أو عندما تكون في المراتب الأولى من المباراة، معناها كي تكون من التوب 5 ولا من التوب 10 ولا تسبويا نورمال مو هكا باش تكون. كيفية تحويلها إلى هدايا شباب. بالنسبة للهدايا شباب، فما هدايا معناها تنجم تلمدها بكعكة الجبن فقط، فما هدايا لازمتها كعكة الجبن وكعكة التوت الأزرق. كيما نراو السكين أو الهدية متكون من التوكن زوز، معناها كعكة الجبن وكعكة التوت الأزرق لمدوهم باش نتحصلو على السكين الأول. بعدين فما القنبلة، سكين القنبلة متاع العيد ميلاد وسكين رائع وأسطوري. بعدين فما الحقيبة، وبعدين فما شجرة العيد ميلاد أو كعكة العيد ميلاد الكبيرة اللي تنجم تنزلها في ساحة الانتظار قبل بداية المباراة. معناه الحدث سهل جدا يا شباب، فقط ألعبوا أكثر جيم أكثر مباراة للحصول على كعكة الجبن. وفي يوم 24 أغسطس يوم الذروة باش ينزلون الكعكة التوت الأزرق، والهدايا هدية متنوعة وهدية أسطورية. إن شاء الله يكون الشرح خفيف وصل للناس كل، فهموا الناس كل. اللي عنده أي استفسار آخر على الحدث يكتب لنا في التعليق، ومتنساوش تعملوا لنا لايك وشير للقناة وللفيديو واشتركوا في القناة ودعمونا كي نستمر ان شاء الله في فيديو شرح اخر وفي البطولة اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.